بنرحب بحضرتك على موقعنا، عايزين نطمن على صحة حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله رب العالمين، وتحياتي ليكم وسعد دايما معكم. ايه، عايزين نطمن بقى على أسرة الأستاذ العمري رحمه الله، يعني ايه آخر تواصل ما بينك وما بين الأسرة؟ يعني دايما في تواصل مع الدكتور خالد والدكتور هشام، ويمكن في بعض الناس في النادي الأهلي كانت بتكلمني في البرنامج، وبعض الأهلوية نفسهم اني لو حصل ان الدكتور محمد شوقي او قرر الكابتن محمود الخطيب والمجموعه تصعيد الدكتور محمد شوقي كنائب للرئيس على حسب الرؤيه، لان في كلام خالد او محمد شوقي، خالد مرتجى او محمد شوقي لسه ما قرروش، ان في الحاله دي لو فرغ مكان عضو مجلس اداره ممكن هشام العمري يكون في الانتخابات اللي جايه، لكن هم بخير وتمام، و ربنا سبحانه وتعالى يرحم صديقنا العمري فاروق ويكرمهم دايما ويصبرهم باذن الله. المهم ان صحه حضرتك كويسه، يعني احنا كنا يعني حريصين الاطمئنان على صحه حضرتك. بنشكر عليا جدا، ربنا يخليك، شكرا جدا.